الناس تيجيب لهم الله مثلا منين غلات هذه المواد الغذائيه وهاد الاسعار هذه تيسحب لهم تيجيب لهم الله بان الترونسبور هو السبب. الترونسبور ما زدناش حنا، بالعكس حنا نقصنا في الثمن. حنا كنستهلكوا المازوت، دابا حنا المازوت ولا تيدينا كل شيء، ما بقاش شي طمع حتى ريال. مخير في هاد الكاميونات هادو تتلقى واحد خوه ولا ولد عمو ولا شي واحد اللي كيعاونو باش يكمل حتى النهار ديالو في المعيشه، سواء خدام ولا ما خدامش. كشخص انا ما بقيتش نلقى من مدخول المعيشي ديالي، انا تيعاونوني غير خوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم البنوني عبد الرزاق الكاتب الجهوي لمدينه مكناس الاتحاد الوطني للشغل المغرب. حنا اليوم دايرين هذه الوقفه الاحتجاجيه نظرا للضغوطات والظروف اللي تنعيشوها والمشاكل والتدهور ديال هذا القطاع هذا اللي اصبح يعيش في الحضيض. حنا هاد الزيادات المهوله ديال الاسعار ديال المحروقات خلاتنا اننا يعني نديرو فايض، وصلنا لواحد الدرجه اننا ما بقيناش نقلبوا نلقاو باش نعيشوا ديك العيش الكريم اللي تيقلب اي انسان بسيط. حنا مهضومين بجميع الحقوق، ما عندنا لا تغطيه صحيه، ما عندنا حتى ادنى ابسط حاجه ديال الكرامه ديال العيش ديال المواطن المغربي، حنا ما عندناش، تنفتقدوها حنا كسائقين مهنيين. حنا تنطلبوا التفاته من الوزاره المعنيه انها تشوف بعين الاعتبار هذا القطاع هذا اللي هو قطاع حيوي وقطاع يعني الدينامو ديال البلاد، هو العمود الفقري ديال البلاد، هو الاقتصاد ديال البلاد. واليوم حنا ولينا تنعيشوا في واحد الفقر، في واحد التهميش، وفي واحد الدرجه ديال الاقصاء ولا مبالاه نظرا للوزاره اللي ما عطيناش وقت وما عطيناش حتى قيمه وما ما فتحش حتى باب الحوار اننا ناخذوا الحقوق المهضومه ديالنا. هذا القطاع هذا من 2003 وحنا تنناضلوا على ملف واحد. حنا دابا في 2022، هذه 19 عام وحنا تنطالبوا الدوله انها تقنن القطاع. المدونه المشؤومه كما كنسميوها حنايا خرجات في 2003. من 2003 المغرب في 2010 دخل سوق القاط. ما معنى سوق القاط؟ ان القطاع ديال النقل تحرر، ومنين تحرر هذا القطاع ديال النقل هذاك هو السبب ديال الخلاء ديالنا، وهذاك هو السبب ديال اننا درنا فايض. لان شنو وقع؟ الوزاره ما ركباتش هذا القطاع هذا، ما تابعاتوش، بحال واحد الولد يتيم تلقتيه في الشارع، اما يخرج ناجح واما ما غيعطيش الاكل ديالو في المجتمع. كذلك حنايا، حنا من تحرر قطاع النقل كان على الدوله ان تقنا تتعاوننا تخرج تراقبنا كما تنقولوا باش نعطيو الاكل ديالنا. ما عندنا ادنى 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 حكره تيعيشها هو السائق المهني. ما عندنا لا تغطيه صحيه، ما عندنا، حنا مخير في هاد السائقين هادو كيخدم 50 عام 60 عام في الاخر، ملي كيعيا وكيكبر كتلقاه كيبيع الديطاي. يعني ما عندناش شي مدخول اخر لا شي عون اخر ولا حتى لاكيس ولا التغطيه ولا شي حاجه اللي غنستافدوا منها كمواطنين شرفاء ديال هاد البلاد السعيد، ما كايناش. وما نساوش ان هاد القطاع هذا راه هو فهاد جائحه كورونا شكون اللي نفع البلاد هو هاد القطاع هذا. ما نساوش ان هاد الناس هادو هما اللي ساهموا تحرير ديال الصحراء المغربيه. ما نساوش هاد الناس هادو في الزنزال ديال الحسيمه، هادو هما العمود الفقري ديال البلاد. يعني من المفروض ان الدوله تلتفت لهاد الناس هادو، تاخذهم بعين الاعتبار. حنا اليوم تنعيشوا فايض، ما بقيناش تنلقاو المدخول المعيشي باش نعيشوا بالكرامه ندخلوا لولادنا، ما بقينا تنصوروا حتى شي ريال. المدخول ديالنا كله كيمشي في الغازوال، هذا هو المشكل. لي بياس ديال الشونج ولا تيرفع تيعرف واحد الارتفاع كبير، يعني لونتروتيان ديال الكاميونات ولا اي بياسه كتمشي تشريها كتلقاها كانت كدير 50000 ولا 100000 الدوبلات. المازوت كذلك الدوبل، يعني المعيشه ديالنا كنا كناكلوا مثلا من هنا لكادير كناكلوا 90000 ريال مازوت، ولينا تناكلوا
120 الف ريال، وحنا كنمشيو الي روتور ب 140 الف ريال، كتشيط لك 1000 درهم، شنو غيدي من الشيفور، شنو غيدي لنا من الكاميو، شنو غيشيط هذا الكاميو هذا، الاوراق اليوم ملي كيجينا غير التامين ما بقيناش نلقاو باش نخلصوه، ناهيك عن الضرائب اللي هي فاقت الطاقه ديال المعيشه ديالنا، من المفروض ان الدوله هذا الكاميو هذا من يدير 5 سنين تعفيه من ديك اللطيفيه، وتعفيه من الضريبه، لان ما بقى له ما يدخل. ما استبتش هو اصلا من الطبيه ديال الدوله باش يخلص الطبيه، يعني المنظومه ككل فيها خلل. وحنا من هذا المنبر هذا كنشكروا هذه الصحافه الالكترونيه اشواقع اللي جات اننا نوصلوا الصوت ديالنا للناس المسؤوله باش تاخذ بالتفاته بعين الاعتبار هاد الناس هادو اللي هما نموذج حي، هادو هما العمود الفقري ديال البلاد، هادو هما الاقتصاد البلاد، هادو هما اللي تيبنيو البلاد يوم غدا، لان صافي ما بقاش مادام تتخدم وما كاينش لك حتى شي ريال، شنو غادي دير؟ اللهم توقف، يعني هذا الاضراب هذا اضطراري. حنا ما بغيناش نديروا الاضراب ولكن اضطراري، مني غنخدموا ما يشيطي التشريع شنو غندير؟ اللهم نوقف. ما تسماش عليا راني خدام، حنا تنعاونوا البلاد، حنا تنعرفوا ان كاين عوامل كثيره اللي يعني كتهرس الاقتصاد ديال البلاد، ولكن حنا اضطرينا، الضغط كيولد انفجار، حنا ما بقاتش يشيط ماتش شي ريال، لهذا اضطرينا باش نوقفوا. الازمه ديال كورونا ما نكذبوش على الله، على الاقل كنا خدامين شي شويه، وعاوننا حنا البلاد ما قدرناش نوقفوا، لان البلاد بحاجه ماسه لهذا القطاع هذا، لان الانسان ملي تيكون مواطن عادي، ملي تينوض الصباح بكري، شنو تيلقى؟ تيلقى مطيشات، تيلقى الخضره، تيلقى كل شيء واجد، منين جا داك الشيء؟ شكون اللي جاب داك الشيء؟ هذا المواطن الشريف، هذا اللي خصنا ناخذوه بعين الاعتبار، السائق المهني اللي هو الركيزه ديال البلاد. الجائحه ديال كورونا التاثير ديالها كان بسيط بالنسبه لنا حنايا، ما كانش يعني شي تاثير، لاننا ما قديناش نوقفوا، خصنا ندعموا البلاد ديالنا باش الاقتصاد البلاد ما يوقفش. هذا هو البيت القصيد دابا للناس، تيجيب لهم الله مثلا منين غلات هذه المواد الغذائيه وهاد الاسعار هذه، تيسحب لهم تيجيب لهم الله بان الترونسبور هو السبب، الترونسبور ما زدناش حنا، بالعكس حنا نقصنا في الثمن، مع الرغم ان المازوت زاد، حنا ما زدناش، بقينا في الثمن ديالنا ولا قللنا منه شي شويه. بالنسبه لنا حنايا من حقنا اننا نديروا الاضراب، لاننا كما شرحت لك اننا يعني اضراب اضطراري بالنسبه للمواطن. المواد يعني باش تزاد بالسبب ديال الاضراب ما تنظنش، لان كاين السوق هاد الساعه راه كافي، ولكن الى طال المده ديال الاضراب راه غيكون خلاص عليه تاثيرات اللي هي لا يحمد عقباها. الرساله ديالنا بالنسبه لرئيس الحكومه انه ياخذ بعين الاعتبار هاد الناس البسطاء، هاد الدراوش هادو اللي هما اللي تيعانيو، اللي هما اللي جايه فيهم الضربه، اللي هما براسهم ما لقاو ما ياكلوا، ما لقاو ما يوصلوا لولادهم. هاد الناس هادو خص ياخذوهم بعين الاعتبار، لان المردوديه والمدخول اللي بقاو تيدخلوهم باش يوصلوا لولادهم ما بقاش عندهم. حنا تنطالبوا من رئيس الحكومه انه يدير واحد التصعيره، التصعير تسقيف ديال المازوت. تسقيف ديال المازوت، وزيادة على هذا كاين واحد التأمين، كاين واحد التأمين اللي تيغطي المازوت ما يوصلش لواحد الثمن ديال 10 دراهم ولا 9 دراهم، هذاك فينا هو الملف ديال هذا التأمين ديال هذا لاسورانس ديال هذا الغازوال إلى فات 9 دراهم، وحنا كمهنيين، حنا ماشي عندنا طوموبيل سيارة نفعية كنتساراو بهذا المازوت، حنا كنستهلكوا المازوت، دابا حنا المازوت ولا تيدي لنا كل شيء، ما بقاش تيشيطنا حتى ريال، اضطرينا نوقفوا وغادي نوقفوا حتى ناخذوا إن شاء الله الحق ديالنا. كنباتوا هنايا، هذا هو الاحتجاج ديالنا والإضراب ديالنا، كنباتوا هنايا وعايشين هنايا حتى ناخذوا حقنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه واحد الحاجة، واحد الالتفاتة، شكرا تنشكرك عليها. المخير في هذه الكاميونات هادو تتلقى واحد خوه ولا ولد عمو ولا شي واحد اللي كيعاونو باش يكمل حتى النهار ديالو في المعيشه، سواء خدام ولا ما خدامش. يعني انا المخير في هاد مول الكاميو هادو ملي كيمشي له غير بلو ما تلقاش باش يخلصوا. حنا دابا حنا كتلقى واحد التكافل اجتماعي، شي شد في شي، شي شد في شي. بالنسبه لي انا كشخص انا ما بقيتش نلقى من المدخول المعيشي ديالي، انا تيعاونوني غير خوتي اللي تيعاونوني باش نكمل الحياه ديالي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في،
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.